بأربعة أدار من كل سنة بيصادف اليوم العالمي لمكافحة البدانة. هناك أكثر من 1.9 مليار بالغ بيعاني زيادة بالوزن، وعانى أكثر من 650 مليون شخص السمنة بعام 2016، وهناك أكثر من 42 مليون طفل دون سن الخمسة عانوا فرط الوزن بعام 2013. بدي أحكي عن هذا الموضوع، عن موضوع البدانة، مع الدكتورة الأخصائية بالغدد والسكري إليزابيث أبو جودة. دكتورة إليزابيث صباح الخير. صباح النور مدام رين، أهلا وسهلا فيك عبر راديو أم بي أس. مرسي، أهلا فيك. بأربع أدار بيصادف اليوم العالمي للبدانة، وأنتو كالجمعية اللبنانية للغدد والسكري أكيد عندكم كتير أشياء تقولوا عن البدانة، ما هيك؟ أكيد. فخلينا هيك بالبداية نعرف عن الجمعية اللبنانية للغدد والسكر إذا ممكن. نعم، نحن الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد الصم والسكري والدهنيات، أو نعم. لبنانية سوسايتي أوف إندوكرينولوجي دايابيتس أند ليبيد. عنا صفحتنا على الفيسبوك، عم نكون كثير نشطين بالتوعية عن جميع الأمراض المتعلقة بالاختصاص طبعاً. نعم. يعني بشهر نوفمبر كنا عم نعمل حملة كتير كبيرة عن مرض السكري، وهيدا الشهر عم نعمل كمان حملة كبيرة للتوعية عن مرض البدانة، لأنه البدانة هي مش بس زيادة وزن وأنا ماني قادر ألبس الثياب اللي بحبهم، هي مشكلة صحية، هي مرض ومرض مزمن. يعني مش نصحان شوي بتطلع على المراية شوي نصحان، لا، هي مرض بحد ذاته. نعم، هي مرض بحد ذاته ومرض مزمن. يعني منفكر انه اوكي اذا عندي يمكن 5 كيلو او 10 كيلو زيادة شلتهم خلص انا في اعيش حياتي كلها طبيعية، لا، عطول لازم ضل منتبهة. يعني كيف السكري مرض مزمن، كيف الضغط مرض مزمن، كيف عندي مشاكل القلب هن امراض مزمنة وارتفاع بضغط الدم، نفس الشيء البدانة صارت مرض ومرض مزمن. يعني لازم كتير ننتبه له، لازم نعالجه، ولازم نستشير الأخصائيين بهيدا الموضوع، فهن يقدروا يساعدونا مش بس نتخلص من كم كيلو زيادة، لازم نتخلص منهم بس نحسن نوعية الحياة والصحة اللي نحن عايشينها. نعم نعم، يعني فينا نقول انه البدانة مش يعني انه مثل ما قلت قبل شوي نصاحة، هي في مشكلة يمكن بتكون او خلل معين بجسم الانسان بيوصله للبدانة. اسباب كتير كبيرة ممكن توصل الشخص للبدانة، غير انه الاكل الزيادة، يعني هذا غير أكيد. نعم، في عنا اكيد مشاكل الاكل اللي هي كتير مهمة، لانه الوزن الزايد او البدانة هي خلل بين كل شيء نحن عم ناخده وكل شيء نحن عم نحرقه. دونك عطول في لازم ننبش على سبب. اكيد في عنا اسباب وراثيه، في يكون عيال عنده وزن زايد، بس كمان ما ننسى انه الاخصائي يعني طبيب الغدد ممكن كتير يساعدنا نكتشف شو السبب يلي وصلنا نحن يزيد وزننا هالقد. في عنا اسباب بنسميها اياتروجينيك، يعني انا اخذت دواء مثل دواء الكورتيزون أو دواء مهدئات الأعصاب ممكن كتير تفتح القبلية وتزيد الوزن. في عنا مشاكل الأكل أكيد من الطفل من هو صغير، يعني مثل ما حضرتك قلت مدام رين أنه كتير عنا أطفال دون الخمس سنين عم بيعانوا من البدانة. نعم. وحتى عنا مراهقين جدا، يعني منشوفهم سنة عن سنة قدي هيدا النسبة عم بتزيد. ليه؟ لأنه صار في عنا خلل بالطريقة يلي منعود طفلنا عليه كيف بده ياكل. في عنا كمية الأكل اللي بناكلها بالنهار، يعني كل ساعتين ثلاثة أوقات الشخص بده ياكل. نوعية الأكل، يعني إذا كانت النوعية بتحتوي كتير على نسبة من الدهون هاي فات دايت، هذا الشيء بأدي لوزن زايد وبدين. أوفر إيتينج، يعني أنا باكل بشبع بس بدي ضل آكل. شراهة شراهة يعني. شراهة بالأكل. نعم. عندنا مشاكل بخلل بالهرمونات بالجسم، يعني إذا جسمي عم يفرز كمية كورتيزول زيادة بنسميها كوشينج سيندروم، هيدا مرض لازم نعالجه، والمريض أكيد بيضعف
بمجرد ما عالجنا هالخلل الهرموني. عندنا تكيس المبايض يلي شائعة كثير عندنا بلبنان عند الفتيات وعند السيدات. وقتها بيصير في تكيس المبايض بيجي مع الانسولين ريزيستنس او مقاومه الجسم للانسولين، وهون بتفتح كثير الشهيه على الاكل خاصه على اكل الحلويات وبتسبب بزانه. اذا في عندنا خلل بهرمون النمو كمان ممكن يعطينا بزانه. المشاكل النفسيه يعني هلا كثير بتشوفها من بعد اللوك داون قد ايه زادت مشاكل التعصيب عند العالم وزياده الوزن. قد ما هن قاعدين بالبيت خايفين من مرض الكورونا ما عم يظهروا يتحركوا، كل الوقت قاعد الاكل قدامهم عم ياكلوا، سو كثير زادت نسبه الاوفر ويت والاوبيزيتي او زياده الوزن والبدانه عند الشعب اللبناني وبكل الشعوب يلي اكيد صار عندها لوك داون. عندنا مشاكل نايت ايتينج، بتلاقي كثير اشخاص بكل نهار ما بياكلوا بس بيجي الليل ما بتلاقيهم الا يمكن بدو يفضل البراد وبيكلوا من عشي. عنا البنج إيتينج يعني كتير بيكل 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 لأني معصبة عم فيش خلق بالأكل. هودي كلها مشاكل الأخصائي بيتعاون مع يمكن معالج النفسي مع سايكايتريست، طبيب الغدد بيتعاون مع الدايتيشن اللي هي أخصائية التغذية كان ساعد المرضى يخسروا وزن ويعيشوا حياة صحيح. عندنا كمان مشاكل يعني مثلا حدا عمل عملية واضطر مجبر انه يقعد بالتخت يعني بطل يعمل اي حركة دونك هيدا الشيء كمان بيساعده انه يزيد وزنه. مع العمر كمان بتخف حركتنا بخف الميتابوليزم تبعنا يعني طريقة الحرق اللي نحن عنا اياها بالجسم هيدا الشيء بيساعد انه المريض يزيد وزنه. دونك عندنا كتير عوامل بتأذي للبدانة وهولي ما فينا نعرفهم نحنا من ذاتنا يعني منقول اوكي انا نصحت شوية يلا خليني اضعفهم. اذا جرب وما قدر عطول لازم يلجأ للمختصين بهذا الموضوع لانه هن بيقدروا يساعدوه كيف يغير نمط حياته. عندنا أخصائية التغذية بتساعد بتنظيم نوعية وكمية الاكل، عندنا تمارين الرياضية اللي بننصح فيها، وصار عندنا حاليا كتير أدوية بنقدر نعطيها للمريض اللي عنده بدانة تيساعده مش بس يخسر الوزن to maintain this weight يعني يحافظ عليه، لأنه نحن بنعرف كتير منيح أنه وقت نخسر وزن بيصير جسمنا يحاربنا بده يرجع يعني يرجع الوزن يلي هو كان فيه لأنه معود عليه المشاكل. لأنه معود عليه هون بتصير المشاكل كتير كبيرة أنه بنخسر 5 كيلو نرجع نطلع 7 كيلو أو 10 كيلو. صحيح صحيح وصارت مع كتير ناس. صحيح صحيح هيدي المشكلة صار نحن عنا إلى حل، صار في عنا أدوية بنقدر نساعد المرضى يقدروا يخسوا مش بس يخسروا وزن يحسنوا الصحة تبعهم يعني يحسنوا مرض السكري مرض ضغط الدم مرض الكوليسترول والتريجليسيريد كلهم هودي مع هودي الأدوية بنساعدهم ويحافظوا على الوزن يلي وصلوا له. نعم طيب دكتورة أنا قبل شوي مثل ما كمان حضرتك ذكرتي كمان قبل شوي عن الأطفال يلي أعمارهم دون 5 كمان بيعانوا من زيادة بالوزن، هل يستحب أنه الأطفال كمان ينعمل لهم نظام غذائي يعني ريجيم بهيدا العمر؟ هلأ نحن ما منسميه ريجيم يعني نحن نحرمه من الأكل بس نحن بدنا نحسن نوعية الأكل يلي الطفل عم يخده. يمكن الأهل مش منتبهين أنه بيروح عند التيتا، يمكن التيتا يعني تخليه يحبه أكثر بتعمل له القصص الطيبة اللي بيحبه بتجيب له الشوكولا يعني كتير الولد بحب يروح عند التيتا بتدل الطعمة يعني هي معروفة عند كل تيتا بتحب تدل الطعمة. نعم دونك هون نحن ما بدنا نحرم الولد من الأكل، نحن بدنا نحسن نوعية الأكل وبدنا نحسن الفريكونسي يعني قدي الولد عم يأكل بنهار، مش إنه إذا ولد فينا نطعمين نحنا كل ساعة لأنه بيتعود جسمه إنه يأكل بهالقد كمية كبيرة وهذا الشيء بيخلق له وزن زايد وبدانة بعمر المراهقة وبتكفي معه بعمر الشباب. دونك كتير مهم نحنا وقتها كمان بنعمل إيفالياسيون وقتها بنشوف الشخص اللي عنده بدانة نسأله على أي عمر بلش يزيد وزنه،
شو هن العوامل يلي كانت مرافقة هيدا الوزن الزايد؟ يمكن مثلا في طلاق بالأهل، هيدا الشيء بأثر سلبا على الأولاد وببلشوا يزيد وزنهم. إذا مثلا مراهقة أو حدا بعمر الشباب ترك بعلاقة، علاقة عاطفية كمان بتأثر عليه. قديه بيعمل تمارين رياضية؟ يمكن بقول لك بيعمل تمارين رياضية مرة بالشهر، هيدا الشيء منه أبدا صحي. على طول بالمدرسة يمكن بيجيبوا رابور من الحكيم تما يعمل ابنهم أو بنتهم دكتور، هيدا الشيء كثير غلط وكنا نعاني منه كثير. شو الأدوية اللي أخذها؟ يمكن عنده ربو أخذ كثير كمية كورتيزون. عندنا كمان مشكلة التدخين، وقت المريض يوقف تدخين بيزيد وزنه. كل هودي العوامل ممكن تأثر سلبا على الوزن على المريض ويخليه يزيد هالكمية. لكن هيدي عملية الرجيم إذا بدك أو النظام الغذائي بيقدر يصير بأي وقت من عمر الإنسان، يعني حتى لو كان طفل، حتى لو كان مراهق ليوصل لعمر الشباب. يعني مش مزبوط فكرة أنه ما لازم ينعمل رجيم لحدا بعد ما بلغ، لأنه الجسم عم ينمى. مش مزبوطة هيدي الفكرة. هي مش قصة نحرمه من الأكل، يعني الولد بده يأكل أكيد لأنه هو بمرحلة نمو، بس نحن بدنا نعرف ننظم له الأكل تبعه. لأنه يمكن الأهل مش عارفين أنه كمية يمكن الشيبس اللي عم يأكلها والشوكولا اللي عم يأكلها بتضره هالقد إذا هو عنده مشكلة وزن زايد. مع أخصائية التغذية، مع طبيب الأطفال أو طبيب الغدد، بيساعدوا الأهل أنه ينظم الولد نوعية أكله والكمية اللي عم يأكلها. يعني ما بنكون عم نحرمه من الأكل، بس عم ننظم له إياها، يعني عم نحسن بنوعية الأكل تا ما بقى يزيد وزنه. وأكيد من الأطفال ما فينا نخليهم يضعفوا مثل الكبار، يعني إذا ضعف كيلو بالشهر أو نص كيلو بيكون كتير منيح إذا عنده وزن كتير زايد. وأهم شيء أنه نثبت نفس الوزن تا يقدر يسحب بالطول، وهيك بخف مؤشر كتلة الجسم عنده. نعم دكتورة، بالإجمال لبنان أو الناس بلبنان أو اللبنانيين هن شعب عنده بدانة، بدين الشعب اللبناني بشكل عام؟ يعني عندنا نسبة تقريبا حوالي 32% من الشعب اللبناني عندهم وزن زايد أو بدانة. كتير يعتبر رقم كتير؟ أكيد هذا رقم كتير كبير. وعندنا بمنطقة الشرق الأوسط، يعني مثلا كنا فاكرين نحن أو كنا بالإحصائيات القديمة أنه الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى صحيح بالأوبيزيتي. من سنتين سبقتها الكويت، الكويت صارت قبل الولايات المتحدة بنسبة البدانة. يعني بمنطقة الخليج والشرق الأوسط عنا نسبة كتير عالية من الوزن الزايد والبدانة، وهذا الشيء لازم ننتبه له كتير تما يزيد، لأنه البدانة بتشكل مثل ما قلنا مرض مزمن خطر على الصحة. بيتأثى عنا مشاكل صحية كتير كبيرة. يعني عنا مشاكل أمراض السكري، أمراض ارتفاع ضغط الدم، مرض الكوليسترول والدهون الثلاثية، مشاكل القلب، التجلطات، انقطاع النفس خلال النوم، السرطانات، العقم عند النساء. كلهم هودا جايين من وراء الوزن الزايد والبدانة. نعم، حتى اليوم نحن بما أنه نحن هلأ بكورونا، يعني بيقولوا كمان الأشخاص البدينين يعني معرضين، يعني يكون في عندهم خطر إذا انصابوا بالكورونا لأنه هن بدينين. مزبوط. نعم. مزبوط. ليش مزبوط. شو السبب دكتورة؟ فينا نعرف شو السبب؟ لأنه كل ما زادت البدانة كل ما خفت المناعة. دونك الأشخاص البدينين وخاصة إذا كانوا عندهم بدانة مع مرض سكري كان عم بيكون عندهم مشاكل كتير كبيرة إذا أصيبوا بفيروس الكورونا. يعني للأسف نسبة الوفيات كانت عالية عند أشخاص اللي عندهم بدانة. منشان هيك كتير مهم حاليا بالبيوت مش بس إنه ننظم أكلنا، كمان نضل نحافظ على حركة يعني حركة دايمة. على طول نعمل تمارين رياضية، يمكن تحت البيت، يمكن على الدرج إذا نحن قاعدين باللوك داون، يمكن بقلب البيت نعمل تمارين رياضية. بس ما فينا نضل قاعدين إنه خلص أنا محجور عندي كورونا. أو حتى المصابين بالكورونا نطلب منهم بالأوضة اللي هن محجورين فيها إنه يضلوا يتحركوا، ويضلوا يمشوا بقلب الأوضة تا يحافظوا على القليلة نسبة
معينة من هالتمارين الرياضية اللي بتساعدهم كثير إنه يشفوا بسرعة، وبتساعد النظام المناعي عندهم إنه يكون أحسن. نعم، أنا بدي أتشكرك كثير دكتورة أنا بس إليزابيث أبو جودة. شغلة مدام رن، تفضلي. نحن نهار الخميس نعم على صفحة الفيسبوك تبع الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد الدم والسكري والدهنيات عاملين حلقة حوار الساعة 11 حول البدانة، فبنتمنى من جميع العالم مشاركتنا. رح بيكون في اختصاصيين عم نحكي عن البدانة، عن مخاطرها، عن مشاكلها، عن سبل العلاج تبعها، شو هن الأدوية اللي نحن ممكن نعطيهم للمريض لنقدر ننزل الوزن ونحافظ على صحة جيدة عنده. بتمنى من الكل يشاركونا على صفحة الفيسبوك تبع Lebanese Society of Endocrinology, Diabetes and Lipids. دكتورة إليزابيث أبو جودة، أخصائية غدد والسكري، شكرا لك وشكرا لانضمامك لنا. أهلا وسهلا.